السلام عليكم، معكم مس دينا من قناة تعلم مع دينا. هندرس النهاردة جميع حالات نطق حرف الإتش. من المعروف أن حرف الإتش يعادل حرف الهاء في اللغة العربية. مثال: هابي هابي، هوتيل هوتيل، هورس هورس، هانجري هانجري، هوت هوت، هن هن، هات هات، هلب هلب. حرف الإتش إذا جاء قبله W وبعده O ينطق هو، زي الهاء المضمومة هو. مثال: هو هو، هوم هوم، هوز هوز، هول هول. وحرف الإتش لا ينطق في عدة حالات، وهي: واحد، حرف الإتش إذا جاء قبله حرف دبليو فإنه لا ينطق. مثال: وات واي، وين وير، وايت وايل. وأيضا حرف الإتش إذا جاء في أول الكلمة وبعده أو إن لا ينطق. مثال: honest honest، honor honor. وأيضا كلمة hour hour بمعنى ساعة، برضو نلاحظ إن حرف الإتش لا ينطق. حرف الإتش إذا جاء قبله حرف الجي وبعده حرف متحرك، وإحنا عارفين الحروف المتحركة هي A E I O U، فإن الإتش لا ينطق. مثل Ghost Ghost. حرف الإتش إذا جاء قبله EX فإنه لا ينطق، مثل it exhausts it exhausts، exbite exbite. وأيضا حرف الإتش إذا جاء قبله دي فإنه لا ينطق، مثل بودست بودست. وحرف الإتش إذا جاء قبله حرف الآر فإنه لا ينطق، مثال ريتم ريتم. وحرف الإتش إذا جاء قبله حرف سي وبعده حرف متحرك لا ينطق، مثل سكول سكول، سكولر سكولر. وحرف الإتش إذا جاء قبله حرف التي ينطق إيه؟ يعني تي إتش تنطق إيه؟ تنطق زا أو سا، مثل إيه؟ زات زات، زيس زيس، زيس زيس، زوس زوس، زا زا، سينك سينك، سن سن.